الفاجعة هذه اللي راح أضحيها في رزقي، كما هو الحال بالنسبة لبعض من الإخوان على مستوى ولاية طوازة، على مستوى ولاية قالمة. السيد رئيس الجمهورية نظرا لفجاعة الأمر والضرر اللي تحدث بهذه الولايات، وخاصة مع الأسف خسران هذه، كل شيء تعوض إلا الحياة، إلا الواحد يفقد واحد من الأقرباء تاعو. أنا هذا نعتبره ودنا، السيد رئيس الجمهورية يعتبر ودنا على هذه آباء، إلا باش يبعثنا لهنا باش نحضروا معاكم باش نعيشوا نوعا ما هذا الوقفة التضامنية، باش نكونوا معاكم وباش يعني نبينوا لكم التآزر اللي موجود على مستوى كل القطر الوطني. والسيد رئيس الجمهورية يحرص كل الحرص، يعتبرهم باللي كل الشعب هذا راهو نتاعو، راهو ولاد، وين يكون شوية ضرر لازم نعرفوا فيه نتجاوبوا معاه. إذا بعثنا لهنا باش نقدموا له التعازي تاعو ونتاع كل الجزائريين لفقدان سي رزقي عمام،